المفكر الرائع أوريسون سويت ماردن، أحد أعظم علماء النجاح. هذا الشخص مختص فقط بعلوم النجاح. ماذا يقول من كتاب الفكر المنتصر أو الشخصية الانتصارية؟ أيضا سوف نقرأ من هذا الكتاب، كتابه الفكر المنتصر. يقول: البشر لم يخلقوا من أجل أن يعيشوا قلقين. أنت لم تخلق للقلق، أنت لم تخلق للتعب، أنت لم تخلق للمخاوف. ماذا يقول؟ يقول التالي: المبدأ الرئيسي لدستور البشر هو مستند على الهارمونية، وعندما نعيش بعلاقة هارموني مع الكون نحصل على أعلى قدرة وقوة وفائدة إلى العالم. أوريسون سويت ماردن. وسوف نربط هذا الكلام، كلامه، بكلام فيلسوف آخر، مفكر آخر، وهو أمامكم فيلوكوفسكي، إيمانويل فيلوكوفسكي، أحد أعظم المفكرين في القرن الماضي. سوف نشاهد هذا اليوتيوب معا، نترجم بعض من الأجزاء ونعلق على كلامه. ونحن حقيقة محظوظين جدا أننا لدينا وثائقيات مقابلات نسمعها لهذا المفكر إيمانويل فيلوكوفسكي، أحد أعظم العقول في القرن الماضي. دعونا نستمر. أوريسون سويت ماردن، المؤلف المفكر أوريسون سويت ماردن، في كتابه، اسم الكتاب The Victorious Attitude. نقرأ جزء مما جاء فيه. ماذا يقول؟ يقول التالي: Every one of us has an inalienable right to be comfortable, prosperous, free from anxiety, in short, to be happy. كل شخص مننا لديه كامل الحق، هكذا، كامل الحق في أن يعيش مرتاحا، يعيش ثريا وخاليا من القلق، من التوتر، من الضجر. يقول: وباختصار، إنك لك كل الحق أن تعيش سعيدا. ثم يقول: Man wasn't intended to be a warring machine. البشر لم يخلقوا من أجل أن يعيشوا ماكينات قلقة. باللغة الإنجليزية عندما ممكن تقرؤون كلمة man، فباللغة الإنجليزية يقصدون البشر بصورة عامة. وهو يقول: البشر لم يهيئوا، لم يخلقوا في أن يعيشوا كماكينات قلقة. The fundamental principle of the human constitution is based on harmony. And when we are in harmonious relations with the universe, we attain the maximum of efficiency, of power, of usefulness to the world. كما ترجمناه ونعيده، لأنه أعتقد أشخاص يدخلون الآن، نعيد الترجمة. البشر لم يخلقوا من أجل أن يعيشوا قلقين. المبدأ الرئيسي لدستور البشر هو مستند على الهارمونية، وعندما نعيش بعلاقة هارموني مع الكون نحصل على أعلى قدرة وقوة وفائدة إلى العالم. هذا من كتابه، اسم الكتاب الفكر المنتصر أو الشخصية المنتصرة.
يقول هنا: It is then we get the maximum of enjoyment and happiness out of life. ولهذا فنحن نحصل على أعلى متعة وسعادة من الحياة.